ورجعنا لكم تاني ومعانا ضيفتنا في الاستوديو. هنحاول نغير معاها موضوع غلاء الاسعار دوت لحد ما نعمل عنه حلقات تانية. انت زي ما انت كنت هفتح كلام في الاسعار صح؟ يعني محدش قادر يمسك نفسه صح في الموضوع ده. بس خلينا الاول نرحب بيكي معانا مروه رخا، كاتبه وليكي نوفل جديده في موجوده دلوقتي اسمها ذا بويزن تري او الشجره المسمومه، وبتتكلم عن يعني احنا قلنا ان مشكله الايميل اللي اتكلمنا عنها هنكمل معناها موضوع الحلقه، بس انت ما ناولتيش الموضوع ده بس في كتابك، انت اتناولتي اللي فهمته حتى وانا احنا دلوقتي في فاصل قريت الكفر اللي ورا، انه الافكار المسمومه او اللي موجوده في مجتمعنا بقى من العلاقات بين الولاد والبنات والطلاق وقصص يعني والحب والعلاقات. ما سبتش حاجه مسمومه الا وحطيتها. فهمينا انت اكتر. اوكي هنبتدي. انا عايزه اتكلم على موضوع شاذة الاول قبل موضوع الكتاب. ايه رايك فيه؟ مشكله شاذة انا سمعتها وانا قاعده هنا مستنيه، انا زعلانه عليها جدا جدا جدا، بس هي شاذة مش الوحيده. شاذة واحدة من البنات المصريات اللي اتكلمت وقالت، بس في كتير قوي زي شاذة. فانا همسك بس اول حكاية فيها، ان فرق السن احنا مش عايزين نعمم، يعني في ناس بيكون فرق السن كبير بس بيكون في توافق واتفاق والناس بتكون لطيفة وكل حاجة تمام، وفي ناس تانية بيكون فرق السن كبير وما بيحصلش اتفاق، ان ده فرق جنريشن كامل يعني شاذة دي وهي لسه مولودة الراجل ده كان مصاحب. صح يعني والله انا سرحت في كده فعلا. كان ثانوي يعني، فده فرق جنريشن جامد جدا. بس احنا مش هنعمم. اول كارثة في موضوع شاذة ان هي اتغصبت على الجوازة. الجواز شرطه القبول. انا ازاي اتخيل نفسي في بيت واحد انا مش قابلاه، مش طايقه اشوفه، ومطلوب مني ان انا اطبخ له واغسل له واخلف له وبقيه الواجبات الكتيره جدا. طب يعني انا مش مبسوطه. هي كاتبه ان هي اهلها اقنعوها بيه، يعني قالوا لها اكيد بقى ان هو مناسب وكويس وانت عارفه بقى وامكانياته كويسه. هي دي جمله مقنعه عن ان اهلها ضغطوا عليها، حسوا ان البنت بارت وان قطر الجواز فاتها، تلحق تجيب لها عيل. صغيره جدا على فكره. ما هو في مصر هنا يعني في طبقات مختلفه والناس مختلفين، فكل حد بيروح قايل سن الجواز فات امتى. في ناس بيبقى فاتحه من 25، ناس فاتحه 30، ناس فاتحه 35، كل حته وليها الكلام بتاعها. ففي ناس فاتحه من اقل من 25، في ناس شايفه لو البنت بقى عندها 23 و22 الناس دي ما تتكلمش معايا خالص بقى. دي على جنب بقى. بس فهي يعني اول مشكله ان ليه الاهل بيفضلوا ان البنت تكون متجوزه وتعيسه عن انها تكون مش متجوزه. تمام. وليه يفضلوا انها تفضل تعيسه عن انها تتطلق؟ وانت عارفه ان في ناس بقى كمان ممكن تفضل يقولوا مثلا لولاده اتجوزي وهاتي مثلا بيبي ولا حاجه وتطلقي، بس يكون معاكي حد يبقى معاكي. في بقى جزء بقى بيفكر كده كمان، اللي هو انت مش محتاجه الراجل في حاجه، انت ممكن تصرفي على البيبي لوحدك بس يبقى اسمك خلفتي عيل. يا سلام. ايه بقى الحاجه الحلوه قوي انها تبقى مخلفه، يعني ان هي تكون اتجوزت وخلفت ويبقى معاها مثلا ابنها او بنتها ويبقوا معاها في الحياه وخلاص. المطلقه دي طب ما عندنا طبقات المجتمع مختلفه جامده جدا. فاحنا تعالوا نفصص الحكايه نقسمها اجزاء. ودي كلها شجره سم، يعني هي كلها برانشز مسمومه اللي بتسالني عليها. يعني في جزء من الموضوع حكايه البنت السنجل او اللي ما اتجوزتش، ايه عيبها؟ ما ممكن تكون محققه ذاتها في شغلها، اصحابها، بتخرج، مخها مليان، مبسوطه يعني خلاص، مش هو كل انجازاتها تحولت الى ولا حاجه لمجرد ان مفيش راجل في حياتها. فدي اول حته في الموضوع. الحكايه الثانيه حكايه الطلاق. ليه الناس بتبص للطلاق على ان هو فشل؟ ليه الناس بتبص للطلاق لان هو شتيمه او ان هو عار او ان هو سبه او ان هو خلاص؟ وبعدين انا زعلانه وبعتب على الاعلام بتاعنا، لان هم اللي صوروا المطلقه على ان هي واحده ما عندهاش اخلاق، واحده ماشيه على حل شعرها واي راجل وخلاص، جوز صاحبتها تلطشه، صاحب مامتها تاخده، يعني ليه كده؟ ليه الحياه بالمنظر ده؟ يعني ما المطلقه دي واحده اكيد اتضايقت، اتجرحت، مفيش نصيب، ربنا اكيد. مفيش واحده بتبقى يعني نفسها تتطلق، يعني اكيد يا جماعه اللي بتوصل للمرحله انها تقول انا مش قادره اكمل دي بتبقى بجد جابت اخرها يعني. وبعدين في ناس بتتطلق مش لان هي عايزه تتطلق، لان جوزها هو اللي مش عايزها. اشمعنى ليه بقى بنجيب اللوم على البنت دايما؟ بالظبط. فده ظلم تاني. طبعا في الحته اللي انت طرحتيها بتتكلمي على اتجوزي وهاتي عيل وتطلقي. العيل ده من حقه يبقى له اب وام. هو ربنا خالقنا علشان نبقى عيله. فالناس اللي بتتطلق لظروف غصب عنها ده ظروفها ونصيبها. لكن احنا يبقى واحده عامله حسابها هي مبينه. لا حرام، ما ينفعش كده. بالعكس انا شايفه اعتقد ان الطلاق من غير اطفال يعني افضل بكتير قوي من الطلاق يعني وفي طفل بقى في الاخر هيبقى حياته هو اللي هيتعذب. حرام. بالظبط، هي ظروف. فبالنسبه لشاذة انا يعني نصيحتي ليها يا شاذة، لو انت عايزه فعلا ان انت تتطلقي
طلقي. فلا غير الطلاقي، ما هو الطلاقي سهله بس انا مش هاخد اصرف عليها. لازم ناهلها، نوقفها على رجليها. في مشكله فعلا في دي، ان هو ان هي تتجوز وممكن تكون هي ما اشتغلتش واهلها ما عندهمش الامكانيات ان بعد كده يصرفوا عليها او يصرفوا عليها. وممكن يكون عندهم الامكانيات بس يقول لها مش هترجعي بيتي. صح. فهي شاذة، قبل ما تتطلق لازم تفكر هي هتعمل ايه في حياتها بعد الطلاق. محتاجه تقف على رجليها، فمحتاجه تبتدي انها تشتغل، والشغل مش عيب، ابتدي باي شغلانه ايا كانت هتبتدي تلاقي نفسك فيها، ابتدي حوشي من الشغلانه دي، ابتدي حطي لنفسك خطه ازاي بعد ما تتطلقي تقفي على رجليكي. وفي نماذج كتيره جدا في المجتمع عملت حاجات فظيعه. انا اعرف واحده مش هقدر اقول هي مين، كان عندها عربيه واشتغلت سواقه على عربيتها في شركه خاصه. لحد لما عملت فلوس، هو كان اتطلقت وجوزها خطف الولاد كمان. خطف الولاد منها، فاشتغلت سواقه على عربيتها الشخصيه وعملت فلوس لحد ما جابت شقه صغيره من غير عفش، وراحت خطفت الولاد تاني من المدرسه وخلاص وحطتهم في البيت، وابتدت بقى ان هي تربيهم. فهو ما فيش حاجه اسمها ياس او انا هو كده نصيبي وانا هفضل قاعده كده والحياه والبتاع ده يعني تفكير عقيم، وهو ده اللي بيخلي الواحد يسكت على اي حاجه. فهي لازم تحط نفسها في خطه في نفس الوقت، بس ما توصلش الخطف. يعني ما هو يعني انا عارف ان شغل المحاكم اللي هو اللي بنشوفه في الافلام برضو انه بياخد وقت كتير قوي، بس مش خطف يعني. يا ريت ما احنا هندعو للتحضر. هو خطف الولاد، فهي جابت اربعه خطف لازم الطلاق بشرشحه ومحاكم في تحضر يعني. في تفاهم يعني. لا بس اكيد هي يعني اصل خلوا بالكم يعني ايه ياخد ولادها منها وبالخطف يعني اللي هو بالغصب، اللي هو انت مش هتشوفيهم تاني. فهي بصراحه حقها يعني، انا احييها بجد عليها. دماغها هايله. اخر بقى حاجه في موضوع شذا بالنسبه لاهل شذا. هو ده اللي كنت عايزه اقوله. اصل اهل شذا، انت قلتي كلمه دلوقتي انا استغربت برضه لما قلتي ده، استغربت ان هي بقى قالت خلفي وطلعي. انت قلتي دلوقتي ممكن الاقي يقول لها ما ترجعيش بيتي تاني. طب هو لا ازاي؟ لا ما يقدروش يستووا بنتهم. لا لو يدراع بالظبط عشان تفضل قاعده. بالظبط احنا مش ربناكي وعلمناكي وجوزناكي ترجعي لنا ليه بقى تاني؟ ده لو يدراع عشان تفضل في بيت جوزها. وفي ناس بتفضل وبتفضل طول عمرها تعيسه ومش عارفه تعمل ايه. حرام. فبالنسبه للاهل انا عايزه اقول لهم حرام عليكم، يعني بنتكم دي انتوا شفتوها وهي بيبي صغننه، واول كلمه واول ضحكه، وقصيتوا شعرها اول لما طلع ومحنطينه لحد دلوقتي. فحرام بعد ما يعني كبرت وبقت ورده تسيبوها تطفي بالمنظر ده. يعني هي في جوازه مش مبسوطه، هيأثر على شكلها وعلى صحتها وعلى عمرها، وهتبقى ام شكلها ايه؟ ما لما الست تكون مخنوقه ما هيطلع في العيال. يعني حتى في مثل بيت بيقول لك انا برضعهم سم من كتر الحزن والهم اللي هي شايلاه. فانا عايزه اقول للاهل مش معنى انها اتطلقت انها بقت مصيبه راجعه لكم، انتوا بتنقذوا حياتها. صح.